يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة تقول علي قضاء من شهر رمضان 7 أيام مدة الدورة الشهرية، تقول وبدأت بعد رمضان مباشرة بصيام 6 من شوال، وأرغب في جعل القضاء الذي علي في أشهر قادمة في فصل الشتاء، فهل عملها صحيح؟ عملها صحيح، لكن الأفضل والأقرب أنها تبدأ بقضاء رمضان ثم بعد ذلك تصوم 6 من شوال، هذا هو الأحوط لها. لكن ما دامت أنها صامت بنية 6 من شوال وتريد أن تقضي بعد ذلك فعملها صحيح، وإن كان خلاف الأولى والأحوط. نعم.